مدرب منتخب مصر، رأيك ايه في اللي بيحصل الفترة الأخيرة مع كارلوس كيروش والكلام اللي رايح جاي والخناقات اللي رايحة جاية بينه طبعا وبين اتحاد الكورة؟ يعني واضح ان في تخبط داخل الاتحاد المصري، ملفات لم تقفل بشكل جيد، وبالتالي انت لما مفيش حاجة بتقفلها بشكل حلو وخلاص، تقفلها خالص، هتفضل تنفس كل شوية أيوة. ويطلع لك منها يعني مشاكل وحاجات، مشاكل، وكل يوم ممكن نكتشف حاجات احنا ما كناش عارفينها. صح. طالما انت اتعاملت على ملفات يعني ايه بعدم احترافية، بعدم احترام للشخصيات اللي انت بتعامل معاها، والاحترام ده مهم جدا. أيوة. يعني هي الحياة بسيطة، احنا ممكن ننجح وممكن نفشل وممكن نحقق حاجات كتير جدا وممكن ما نحققش حاجة، ولكن يبقى المصداقية في العمل. صح. واحترام الأشخاص. مزبوط. انا بجيب مدرب بتعامل معاه بشكل لائق، والله انت هتحقق، يعني عاوزك عشان 1 2 3، والله انت حققت، انت نجحت، ما حققتش انت محقق، يعني خلاص انت فشلت معايا وشكرا مع السلامة، وكل واحد ياخد حقه دون المواربة ودون الانتظار لرأي قلم او رأي ميكروفون او رأي حاجة، لان الحاجات دي بتشتتنا في القرار. مظبوط. لان كل واحد صاحب قرار وصاحب رأي دون الاطلاع على الملف بكل تفاصيله. فلو احنا دايما واحنا قاعدين بناخد قرار واحنا عندنا الورق وكل حاجة جاهزة، بس بنسمع رأي واحد هو شايف نص الورقة بس. أيوة. أنا باخدش قرار صائب. صحيح. لأن أنا بعمل حساب حد هو شايف نص بعين واحدة. مع إن أنا شايف بعناية الاتنين، ولو خدت القرار هاخد قرار صح. بس أنا للأسف عشان باخد قرار طبقا لآراء تانية، فبوازن الأمور دايما، يبقى عندي الباب موارب فبيدخل منه دايما شوية هواء. أنا كنت بقول النهاردة إنه كارلوس كيروش ممكن يبقى القصة، الخناقة دي كلها على 25,000 دولار الغرامة يعني. تمام. وممكن يكون قانونيا ان الاتحاد مش قادر يصرفهم لامور قانونيه عندهم، بس ما تشرح للراجل، وضح للراجل، ابعت مسج للراجل، كلم التليفون، قول له هحاول انسقها قانونا واشوف هعملها ازاي الفتره، بس اتكلموا يعني. طب هو ايه اللي خلى الراجل، هو مش ممكن كارلوس كيروش ده هو يعني كمدرب، يعني هقول حاجه ببلدي كده، هو محتاج 25,000 دولار؟ لا طبعا. تمام. هو كمدرب ايه اللي يخليه يعني يقول حاجه زي كده، الا لو في غصه جواه وحاجه في التعامل غير لائق معاه. صح. خلاص طب انا هفتح الملف ده. صح. هو كمدرب وكراجل بروفيشنال وبتاع، ممكن عادي بالنسبه له، مش محتاجهم، مش هتفرق معاه، وخلاص تنازل عنهم بالرضا اي 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 يعني تحت اي صيغه. صح. ولكن هو ليه يصير الموضوع ده في التوقيت ده؟ اكيد في حاجه في التعامل، في وده اللي احنا كنا، ده اللي احنا بنقوله يعني. التعامل مع المدرب باحترافيه، باحترام، دون النظر عن اي اراء اخرى يعني. وانت علاقتك ايه بالنادي الاهلي دلوقتي؟ انا عضو عامل بس. انا بسالك السؤال ده يعني، من الاسماء المرشحه للاجهزه الفنيه وخلافه، مش بتكلم على دلوقتي او بعد كده، ليه اسمك بعد؟ لا يعني ما اعرفش يعني. النادي الاهلي بالنسبه لي بيتي الاول طبعا. انا عضو عامل في النادي الاهلي طبعا، وكل يوم اصلا في النادي الاهلي، ساكن جنب النادي الاهلي، في كل يوم وقتي كله بقضيه في النادي الاهلي. وعشقي الاول والاخير للنادي الاهلي من قبل ما اشتغل حتى ولا العب كوره، ولكن هي سنه الحياه، وخلينا لازم نبقى منطقيين وواقعيين وعندنا صدق مع نفسنا يعني. يعني انا اشتغلت في النادي الاهلي من 2012 مرحله لحد 2014، وبعدين من 2016 ل 2018. مرحله من العمر التدريبي كبيره. صحيح. وحققت اللي حققته مع مدربين، وكان ممكن تجي لي الفرصه امسك مثلا لوحدي بعد اعتذار مدرب او اتنين، ولكن في التوقيت ده ما جاتش. ما كانش فيه الجرأه زي دلوقتي او زي قبل كده في ادارات، ان الرجل التاني مثلا يمسك. هو ده التوفيق وعدم التوفيق في البوزيشن في التوقيت ده. وبعد كده رحلت واشتغلت في المنتخب وبنتظر فرصه تانية، فخلاص هي الحياه بتستمر. صحيح. مش دايما هقف، مش انا يعني، مش دايما نقف عند محطه. صح. ونقول انا مش اسمي مش بيتقال، انا لازم اكون موجود، انا حقي. لا خلاص، الحياه فيها متغيرات كتير، واحنا كلنا اولاد النادي الاهلي، وانا او غيري او غيري او غيري يتمنوا ويحلموا العمل في النادي الاهلي، ولكن هي الحياه بتستمر بينا وبغيرنا وباجيال تانية وباللي طالعين، وده الطبيعي والمنطقي واللي لازم نحترمه، ولازم يكون في عينينا وراسنا. هي الحياه كده. صحيح. لازم نؤمن بيها انها كده. صحيح. انا مش بقف عند محطه واحده. كل التوفيق والنجاح للنادي الاهلي بكل العاملين، وكل اولادنا اللي بيشتغلوا، واخواتنا الصغيرين واللي قبلينا نجحوا واحنا نجحنا، واللي بعدين ييجوا وينجحوا. انا يعني مش منت... انا اي وقت اشتغل في النادي الاهلي احب اشتغل في النادي الاهلي. بس انا خلاص انا عارف ان دي محطه، اعتقد
اسماء دلوقتي طالعه وتستحق وانها تبقى موجوده وتشتغل مع اجهزه فنيه. يمكن انا لو ربنا كرمني في وقت من الاوقات واشتغلت مدير فني وحققت نجاحات ممكن ارجع بصيغه اخرى. ده اللي ممكن يكون بعد كده صيغه مدير فني في المستقبل يعني. يعني يعني دلوقتي في ناس اشتغلت كانت مساعدين واشتغلوا او لا اولادنا الاهلي وعاملين اسامي كويسه. صحيح. ممكن يكونوا مصنفين في وقت من الاوقات يكونوا لو في مدرب مصري يكونوا موجودين. انا لو ربنا كرمني رحت مكان واشتغلت ونجحت وحققت خطوات كويسه ممكن اكون مع الناس دي في الترتيب ده. صحيح. هي الحياه كده ولازم. صحيح. لازم تقبلها كده. كلام في منتهى الاحترام.